عن اليوم احنا نقدم عمل انساني في هذه الجائحه وهذه الفتره التي نمر فيها في مدينه الشارقه تحديدا. وهذا العمل هو عمل انساني لدوله الامارات العربيه المتحده، وهذا يعني اقل من اللي تعطينا فيه الدوله. طبعا الخيمه متواجده بجانب مركز شرطه الغرب في اماره الشارقه. طبعا دور المتطوعين اليوم هو التنظيم في هذا المكان وإرشاد المراجعين إلى مواقع الفحص